اللي شدني قد ايه الشخصية دي غنية، يعني كل تفاصيل الشخصية مكتوبة بعناية ومليانة لايرز كتير وأبعاد كتير جدا وتعقيدات وتركيبات في كل مراحلها، يعني في مرحلة التسعينات في محتاجة شغل كتير، مرحلة الوقت الحاضر محتاجة شغل كتير، الشخصية بتتطور على مدار الحلقات غير انها بتلعب كمان مزيكا، ودي حاجة قريبة جدا لقلبي. فكل ده بالإضافة للسيناريو ككل والموضوع اللي المسلسل ده بيتناوله بالعناصر اللي فيه والنوستالجيا، كل ده خلى المشروع كله والشخصية جذابة جدا طبعا. يعني هي شخصية صعبة من الأول، إن احنا بنحاول نكتشف هي بتتكلم ازاي، بتتحرك ازاي، البعد النفسي اللي فيها كنا بنحاول ان احنا نتناوله بعمق، فدخلنا غصنا فيها كتير علشان نعرف نطلعها بأكتر شكل حقيقي يعني واقعي. فطبعا خدت مجهود في الشغل والتحضير كبير جدا. بص، واجه الشبع الحقيقي ليه علاقة في الجزء بتاع الطفولة، انه انا كنت في صغري برضو يعني ايه، يعني ما كنتش خجول وانطوائي، بس كنت دايما بلعب مزيكا، بقرا كتب كتير، مش بخرج كتير، مش منطلق يعني في الحياة بالشكل ده. واللي غيرني هو وجود الفن في حياتي، يعني تعرفي على المسرح وان انا اقف على خشبة مسرح واقدم حاجة للجمهور، دي الحاجات اللي شكلت شخصيتي. فدي دي حاجة احنا متشابهين فيها فعلا، فكنت فعلا حاسس بيها الى حد كبير فعلا. انا كان يعني نفسي انه يبقى في عمل بالشكل ده، ابقى بمثل وبلعب فيه مزيكا، وفعلا ده حصل. وكنا حريصين انه لا، كل الحاجات تبقى بتتلعب بشكل مظبوط، نبقى متمرنين عليها كويس، يبقى في حرية المخرج ياخد الكادرات بقى اللي عايزها من غير ما يقطع بقى على الايد لوحدها ويجيبوا دوبلير ومش عارف ايه. فكل ده عملناه بشكل يوصل يعني المصداقيه دي. وقمه بقى الطموح هو الميوزيكال، هنطلع بقى المسرح نقدم ميوزيكال بقى، نلعب ونغني ونمثل ونرقص في يوم سهل. طبعا يعني احنا اشتغلنا مع يعني مع استاذ يحيى المخرج، هو عنده خلفيه كمان في العلم النفسي، فقعدنا نحلل الشخصيه دي تماما في 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 مراحلها، يعني انه هو دلوقتي في المصحه بيحاول يتجنب خالص الكلام عن الحاجات اللي هتضايقه، مش بيخش في تفاصيل. وبعد كده ازاي رحله علاجه دي بتتطور، ازاي بيبتدي يتولد عنده خوف، خوف على 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 نفسه، وهي دي بدايه العلاج فعلا، انك تبتدي تخاف على نفسك وعلى حياتك، تبتدي يبقى عندك رغبة في انك يبقى عندك حياة وتخرج بره المصحة. فهو مفيش حد هيطلع من الاكتئاب في يوم وليلة، فكنا بنحاول ان احنا فعلا نتناول الموضوع ده بعمق مش بشكل سطحي. انا قعدت مع طبيب نفسي صديق ليا، وحاولت افهم اكتر المرض النفسي ده، الاكتئاب، وايه اعراضه، وايه نوع المرضى يعني اللي ممكن مروان ده يكون عليه، الاعراض اللي ممكن بيمر بيها. فكل ده حاولنا فعلا، لان هو موضوع حساس جدا ومهم ان هو يتقدم بشكل حقيقي وفي صدق. اكيد كان تحدي، لانه كنا بنحاول نشوف ازاي نفرق ما بين الشخصيتين، بس في نفس الوقت يبان ان هو نفس الشخص، تبقى انت كمتلقي مش شايف ان حد بيقدم كاركترين وخلاص، لا، تبقى قادر تصدق انه الشخص ده لما يمر بالظروف دي ممكن فعلا يوصل ان هو يبقى في الحالة دي. فده خد منا طبعا شغل كتير على شكله وطريقة كلامه والبادي لانجوج وكل الحاجات دي. يعني في الاخر المسؤوليه الاكبر واقعه طبعا على قسم الازياء والتوجه اللي في دماغ الاخراج، بس اكيد عملنا بروفات مع بعض وقعدنا نتناقش فيها لحد ما وصلنا للشكل اللي ظهر بيه. الكواليس كانت مسخره الحقيقه، يعني كنا رايحين، كنا كاننا في خروجه طول الوقت، مش ان احنا بنصور. يعني هو الناس كلها، احنا شله صحاب يعني، بقينا اصحاب فعلا، بقينا عيله.
فحتى اللي ما عندوش تصوير كان بيجي اللوكيشن ونقعد مع بعض ونشوف هنطلب اكل ايه، طب هنخرج فين بعد التصوير، نبقى ما هلكانين وبنصور كام ساعة بس لسه عايزين نفضل مع بعض. فلا فعلا فعلا احنا اتبسطنا في عملية التصوير دي، كانت عملية ممتعة جدا يعني. ده حوار، ده احنا كنا في الشتاء وحاملين هم المشهد ده من يعني من واحنا بنقراه ونشوف هننزل ازاي وفي البسين، وقعدنا بقى نحاول ندفي نفسنا واحنا فوق وقصة يعني. الحمد لله انه عدى على خير يعني. والله انا انصح الاهل يعني، مش هنصح الناس دي، انا هنصح الاهل ان هم يحاولوا يدوا مساحة اكتر لفهم اولادهم يعني، لانه في الاخر الاجيال مختلفة وعمر ما الاولاد هيطلعوا شبه الاهالي يعني، هم دايما شخصيات مستقلة مختلفة جدا عنهم. فكل اللي الاهل المفروض يعني يحاولوا يعملوه هو ان هم يحتضنوهم يعني، يوفروا لهم مناخ من الحب اللي يسمح لهم ان هم يلاقوا شخصيتهم بنفسهم، لانه احنا طول الوقت بنحاول نكتشف ذاتنا يعني. فده اللي ممكن اقوله يعني. والله مفتقد البساطة يعني، الحياة كانت أبسط وأسهل و يعني مفيش تشويش يعني. طبعا اللي احنا فيه ده ليه مزايا كتير، الانفتاح على كل حاجة وكل الاكسبوجر والاكسسبيليتي، كل حاجة موجودة كده تحت ايدينا، بس كان في حاجة مريحة في البساطة يعني. كنت حاسس انه الستريس والتوتر والقلق كانوا يمكن اقل شوية، او يمكن لان الواحد كان اصغر فكانت الهموم اقل، مش عارف بالظبط. لا هو بلا شك خطوة مهمة جدا يعني، انه يعني دور بالغنى دي، بالغنى ده وبالتركيب ده وبالتعقيد ده يعني، فعلا انا ممتن جدا ليه، انه كمان السبيكتروم بتاع الدور ده، انت بتطلع يعني مروان بيطلع في مشهد بيخليك تضحك، المشهد اللي بعده بيخليك تعيط، فانك تبقى خدت الرينج ده كله في دور واحد، دي حاجه انا ممتن جدا ليها، وحاسس ان انا محظوظ جدا انها اتيحت ليا في عمل زي ده. شكرا شكرا ليك.